ونرجع لكم من جديد في الحلقة الثالثة من كينج دومز اند كاسلز. المرة الماضية هجم علينا، شفنا اول تنين وهجموا علينا هايل، والحين توهم مروحين. طبعا سكرنا الحلقة على الموال هذا وتعلمنا لازم نسوي دار ونحمي المدينة. لازم، ما في شيء اسمه نعم ولا لا ولا هذا الطريق راح شكله يكون مسدود. انا اللي محتاجه الحين اجيب عمال. ليش؟ على اساس انه يرفعون الاقتصاد. الاقتصاد عندي متدهور سبت ان انا ما عندي عمالة كافية، ومحتاج ذهب، والذهب محتاج عدد سكان لانه ياخذ من كل ساكن حاليا 1 جولد، وما بازيد عليهم الضرائب ويزعلون ويطلعون من المدينة. ان يطلعون من المدينة ما بيكون عندي اصلا اي جولد استانس فيه اصلا. فمحتاجين نحن سكان حاليا، لان اللي ياخذ الجولد من الخدمات اللي نقعد نوفرها حقهم. فالفكرة الأساسية إنه نحن بعد نحتاج جولد عشان نبني شوية شغلات، حتى هذا مثلا إذا بنهدمه لها أداة معينة في التاون، في السوري في الاندستري اللي هي هذه رك ريموفل، وهاي نسويها يبالها جولد، يبالها بعض الأمور وبعض الأمور. واللي ما حطيناه هو الميسن. الميسن شو شغله عندنا؟ بيكون يصلح المباني المتضررة، فمحتاجين ميسن. حطينا ميسن هني. والاكل حاليا شكلنا اوكي، نحن بعدنا في البلس وقاعدين نزيد وامورنا طيبه، ما نبى نزيد اكل حاليا. بس اللي نبى نسويه نبى نحصل كذا عدد اهلا، عدد كافي من السكان، على اساس ان نحن نبدا نحط جيش ونحط غيره. وعلى قد ما استثمرت في الحصه شكل المشروع صعب استثمار الحصه لانه يبالي عماله وايد. انا عندي 148 سرير الحين، طبعا ما ببني بيوت زياده، بتري السنه تمر ويوني ناس زياده على اساس يزيد مدخول الذهب وغيره. بس الحين انا مضطر اني ازيد على الجماعه شوي، بيزعلون هم لكن المشكله مو فري لهم خدمات. نحن نزيد مدخول الذهب شوي لان مدخول الذهب وايد مهم. انا محتاج ابني لهم حمايه، محتاج ابني لهم بعض الامور، والذهب نفسه ما قاعد يكفي للمدينه. هذا طبعا عندنا، هذا عندنا، هذا عندنا غيره ما الى اخره. بس نحن ارمي جنرال اندوكس باليستا باراكس اند موت، هذا اللي بيخلينا نسوي جيش. طبعا نبي نسويه قريب. واذا ما عندنا جولد، اوه يانا 8 انفار، حلو 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 حلو. 8 اشخاص يون المدينة حاليا، وانا 8 اشخاص يو. انا ابني في هالاماكن هذه بعض الدفاعات، لان المدينة بدون دفاع صعب الصراحة، صعب. لازم ندافع عن المدينة، لازم الدفاع يكون شرس شوي. هذا شوي بلغتنا هني، كان مفروض اكمل جدار مكان ثاني، بس الحين قام يستوي عنا ذهب. وبنكمل بنكمل بنكمل بنكمل، بس يبالنا حصة بعد. انا عندي مشكلة فعلية مع الحصة والموارد، وهذا الحصة مسوي لازم في حياتي. يعني هالحصة لو اشله من حول ميسن هذا برتاح. الحين مش قادر استفيد منه، لازم اشيل واحد على الاقل. خلنا نشيل واحد من هاي نستثمر في حصة داخل المدينة قريب، قريب جدا قريب. سوي هذا بيحللنا مشكلة الجدار هني بواحد، بس بيحللنا مشكلة الجدار اول شيء. والخلع محتاجة حماية، بس بنينا روهني ونبى نبني بعد برجيني. فالحاصل ما بخلي البرجيني، بخلي البرجيني. ما عندنا خشب. اوه عندي كود بس ما عندي خشب، يا ساتر. خلنا ننزل الضريبة عليهم شوي، لان شكل الوضع بيكون ممتاز حاليا. نبى نساعد الناس تنتقل، انها تدخل المدينة، ما نبى نشردها. هني بيكون في بوابة وهني بوابة، وعندنا بوابة، يعني 3 بوابات حق اي توسعة من اي اتجاه يكون عندي بوابة. اذا حبيت اوسع هني بعدين اخذ منطقة اكبر يكون عندي مكان. الحين شنو احنا كنا ناقصنا اخر مرة قلنا بنسوي؟ هذا بشل، هذا انا بشل، هذا كرهني بحياتي. بس مصيبة هني يباله 30 جولد.
30 خشب، أنا عندي مشكلة فعلية مع الخشب. في تنين جاي، غيرنا شوي الدفاعات، نتمنى الدفاعات الحين تسوي فرق أكثر. شوفوا المرة الماضية كنا متبهدلين، إذا قدرنا نرد التنين هذا من غير ما يدمر شيء السكان عنا بيستانسون، والهابنس بيرتفع. الهابنس يرتفع إذا ترد الأعداء عن المدينة. أنا عندي جدار هني صح؟ بحطي إنه هو الحين قاعد يهجم كل مرة على المزرعة راحته، فمحتاج أحط له شيء يرده عن الهجوم. لو أنا كان عندي الجدار هني كان حاوط من كل صوب. بحتاج أظني أبراج في الوسط، بحطه هني يمكن برج، بس هني كنت ناوي أحط بيت. شوف إيه حطيت بيت، بس بحط هني برج بعد يكون مغطين وسط المدينة وبرا المدينة. ما حد يهتم علينا يا أخي، لعوزوني يا أخي اني انا ابني هذا كله. الصراحة انا اعتقد انه وايد بيكون على المي، فبختصر شوية، صعب شوية حاليا بس ممكن انه بفلوس ما استانسوا. طبعا ما استانسوا الناس، اكيد اكيد مش مستانسين. اوكي عندنا مشكلة ثانية طلعت، محتاجين الجماعة تشاركول، وانا الحين عرفت المعلومة انهم يبون تشاركول زيادة لانه بيدفون في الشتاء وبيسوون شغلات منه. تبغاهم يسوون كل شيء ما يقدرون. أيوة توقف في المكان الصحيح، كل شوي تم يرد. تبا لك احنا كم المدينة بعدها عنا ما ترست، المدينة ما تعبت بعدها، فيها بيوت، فيها تو بنينا بيت بعد 12 نفر. الحين لازم نكمل الجدار نحن. بس البوابة هاي ما راح تنفع، لازم اهدم هذي. انا اسف، واهدم هذي واحط البوابة هني وارفع الجدار واحط عليه اسلم، ونكمل على اساسها. منو نكمل على اساس البنيان؟ خلنا نسرع اللعبة شوي، نسرعها، نستعجل شوي في البناء. مستوي عندنا جولد مالي، مستوي عندنا حصاب، مستوي عندنا كل شيء. هذا شيء جميل الصراحة، بس لازم امتد على، لازم استعمل هذا وامتد الصراحة. بكبر البيوت بعدين، فبمشكل نفسي اذا ما كبرت البيوت بكل بساطة. البيت اذا تم صغير مصيبة، مصيبة سنعطمة. وكيف ارجف انتاج الحصى؟ نرجع للنقطة القديمة مالنا، محتاجين نهدم. بعدين بنرفع انتاج الحصى، مش الحين. بس يبالي وايد حصى، هذا هاي مصيبة ثانية، يبالي وايد حصى. كم حسب نحطيله؟
موضوع ثاني، كم حصة بقعد على كل واحد 5 جنيه خشب حصة؟ خلونا نسوي هذا فورستري، حتى حق هذا ما عندي خشب. قصو 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 وهذا كان برودكشن 16، من برودكشن ما يتغيره. اوكي بنحطي واحد برا، شو رايكم نحط واحد برا؟ حطي واحد برا بنسويه. ما عندنا ناس بيوت مرة ثانية، لأن 21 واحد فاضي، وليش ما يشتغلون الحين يجمعون؟ إنه موقف اللعبة. أوكي يا ذكاء، الذكاء الخارق. إندستري بروديوس، سوري ما باك أنت، أنا أبغى هذا. حطي برا، أنا أبغى خشب زيادة. أسرع عصفة في العالم مرت علي أنا الصراحة هاي. حطي لنا واحد برا البوابة. حطينا واحد من ورا، نبدل الجدار، بنحط لنا بوابة هني يعني، نكمل مشوارنا الطيب، مشوار الذي لا ينتهي. أنا توي تذكرت أنا كنت بحطي هذا، بحطي هني قريب المزارع، لأن التنين كل مرة يروح ويرجع على نفس المكان، وما عندي تشامبر فور، ما عندي تشامبر فور اللي هو هذا. اوكي متري 500 حصة، بنحط تشامبر فور، يستاهل نتريا له هذا. اذا ما ترينا له مصيبة اصلا. سوي مكان حق بنيان داخلي، كنسل هذا، وعندنا خشب، عندنا كل شيء. لا تحترق، عندنا مي، عندنا مي صح، هي عندنا مي هنا. كان اللي يحترق وما في مي مصيبته. ديو وين البوابة حطيها؟ يعني بتكون شوي منطقية أكثر يعني. ابنو ابنو، كلها حق الدفاع عنكم اصلا يعني، ومصدر الفلوس. هذا بيأدب التنين شوي شوي. حطي واحد ثاني هني، واحد ثالث يمكن هني، نغطي المنطقة شوي اساس اذا يونا في المنطقة الوسطى نقدر ندافع عن نفسنا يعني. شو نقول ما نقدر؟ يلا يا تشامبر فور، نبغى نسوي شوي شغلات ثانية. جريت وول، غيره غيره غيره، بركس، نبغى بركس. نقدر نحول المدنيين ونحولهم عسكريين بكل بساطة. هذا الهدف الكامل من الموضوع، حولهم الى عسكريين يقدرون يدافعون عن انفسهم ولا بنتأذى من الحروب. هالرماحة بروحها ما تكفي. لا انا عندي، لو نحطي هذا ونحطي هذي حق المشاة حوله، هذا بيغطي مساحة كبيرة الحين حلوة. يبانا كل ما قصير يطلع شيرة، ويا محتاج خشب ما في،
يعني ما بقول لهم شيء، لكن مرات الواحد يزعل، لان انا سويتهم الحين لان شفت عندي احتياج لمنو، استوى عندي احتياج اني ابني بيوت، ابدل هاي البيوت. وانس شاركول هيلينج اند كوكينج. شاركول زين، عندكم شاركول هذا فويكم ها، بس ما يكفيكم يعني؟ معقوله؟ خلينا نسوي لهم شاركول ثاني، ممكن ما يكفيهم اللي عندهم. بعد ما سوينا بلاك سميث ولا ايرون، ايرون بدينا ننتج احنا اغني، شوف هي بدينا ننتج ايرون، صحيح بدينا ننتج. اوكي خلصنا هالمنطقة هاي، بنمر الجدار مرة، بنسكر المكان، خلي لهم منفذ، هذا مكان مفتوح شوي بزيادة، هذا بيلعب زين بيتم يطلع شير، تشوب 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 تشوب، دايما تشوب تشوب، دايما تشوب تشوب، ودايما على كثرة الخشب ما يكفي، على كثر ما قطع خشب. شو يسوي فيهم؟ خبروني شو يسوي فيهم؟ كم قطع لهم خشب؟ ما يكفيهم. عندي المباني فل، عندي المباني متروسة، يعني التنين، خلنا نشوف الدفاع مالنا شو يسوي ضد التنين. وين التنين؟ هذا هو جاي من الاتجاه الصحيح اللي كنا نترياه منه، نبغى نستكشف منه ولا ما منه فايدة. خلنا نشوف دفاعي زين ولا مو زين هالمرة. وقف في الثغرة الخايس، ارجع ارجع، روح روح، رد من ما المكان اللي جيت منه، ارجع. شرده ها ها ها، في واحد مات، بيموتون يموتون، يكبرون في العمر هني في اللعبة يموتون، فلا تزعلون اذا حد مات، يعني عمره راح، ترى سنين تمشي في النهاية، سنين تمشي تمشي، يعني سنين تمشي تمشي، واذا ما مشت ما مشت، اذا مشت انت محظوظ. قربنا خلص الخلعة الأولى، لكن باقي لنا كم مكان صعب على اليمين، عندنا مكان صعب، عندنا مكان جدا صعب الصراحة، يبغى له شغل. أيوة أوكي، حطينا هذا بوابة، أظني بحط دفاع هني بعد، لابد من بعض الدفاع. جميل البوابة الصراحة، هاي بعد عليها دفاع يعني، بس بحط هني بعد كم رمح، نسوي على قولتهم بولت بروف، انه نقدر نمد هذا برع، حتى لو مد برع هذا خلاص خذ نص البنيان، ما ببني شي وراه. فاللي بسويه بمد الجدار من هني، وهني بحطي الماء، وحاول اختصر المسافة شوي، بشوف اول شي بخليه، اول شي بخليه اذا ما حد حاول يهجم من منطقة الماي هاي، وما اظني لانه هم بيوقفون سفنهم برا، بيون مشي، ما اتصور بيكون عندهم هذا الفكر، بيبون سفينة ثانية بيحطونها، لا ما اتصور، بس بنشوف كيف يمشي، بنشوف اذا حد هجم منا بعدين بكون تعلمنا درس شوي خاص بالطريقة الصعبة، لكن نكون متأكدين وقتها. الحين خلنا نحسن المنطقة هاي، خلنا نحسن. كم تشاركول تبون؟ كم فحم تبون؟ ذبحتونا
بعتوني بعتوني. تمام، ما تشبعون؟ فحم تاكلون انتو ولا شو تسوون بالضبط؟ ولا خبروني بس، اعطونا سر الخلطة اللي انتو فيها يعني. وهذه الحلقة للمرة خلصت، ان شاء الله بنكمل الحلقة الجاية، بنكمل السور ان شاء الله، وحطينا باقي الخدمات. نشوفكم الحلقة الجاية.